كانش سهل بالنسبه لنا ان نروح على الكويت وندور على الاصوات الجميله اللي احنا متاكدين في كتير منها جدا في الكويت. مظبوط. زي ما بقول في اصوات جامده جدا في الكويت. مظبوط. وانت واحد منهم. مبروك، هنشوفك المرحله النهائيه. طيب يزيد، انت الشاب الوحيد من السعوديه اللي بيمثل الخليج كله. مثلت بلدك والخليج. مثلت بلدك والخليج بطريقه مميزه جدا، بأدائك، بأدائك ودمك الخفيف. ولو الشباب اللي حواليا يسيبوني اركز. انا خايف جدا والله. ارجع عيد. اداجن كويس. جالك تصويت من الخليج ومن العالم العربي. للاسف ما كانش كفايه. ما تزعل. يوسف، مين اللي اختار لك الاغنيه اللي غنيتها امبارح؟ انا عرضت على اللجنه وهن وافقوا لها. ما حدش على التليفون قال لك دي او دي؟ من زمان محددين، من زمان. ايه؟ من زمان محددين يعني. من قبل. مين محددينا؟ مش محددها، قلت محددينا. في استاذ كان درسني بسوريا، استاذ باسل الصالح، طبعا وجه له تحيه هلا المساء. انا محددها معه يعني من زمان، انه هي خلص رح غنيها المرحله الجايه. تحس الاختيار كان كويس؟ الحمد لله راضي عنه. كنت كل يعني كل الناس كانوا يتصلوا فيه ويقولوا لي اختيارك كان ممتاز. حلو كثير كثير. انت بتحاول تغش علي. بعد الحلقه اطلبه وقول له شكرا، اختيارك كان كويس. هنشوفك المرحله الجايه. تعالى مبروك. بقول لك مبروك، مش هي مبروك. مبروك. اوكي. فاضل خمسة ما قلتش اساميهم. يلا تعال تعال. الخمسة اللي ما قلتش اساميهم لو سمحت ممكن تقوموا تقفوا. فاضل مكان واحد لشخص واحد النهارده يتنقل للمرحله النهائيه. الجمهور صوت، العالم العربي اختار. فادي مبروك. نقول مبروك للخمسه ضيفه النهارده. وهنشوف دلوقتي ان الاسبوع الجاي سبعه اللي معانا ترجعوا تنافسوا من اول وجديد. مش ضروري ان ده اخر المشوار، اوكي؟ خليكم مبتسمين. خلينا دلوقتي نشوف مين اللي هيتنقل معانا للمرحله النهائيه من دلوقتي. يسرى محنوش. إليان بعيني. نسمة كردي. ندى عمر. رحاب صالح. سعد مجرد. احمد الحسين. مصطفى سعيد. يوسف بارا. فادي عبد الخالق. مبروك.
فاضل مركزين يتنلوا الاسبوع الجاي، مش ضروري ان يبقى شاب وبنت، ممكن يبقى شابين، ممكن يبقوا بنتين. انتوا اللي هتصوتوا الاسبوع الجاي، انتوا اللي هتختاروا. هنشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده يوم الاحد الساعه 9:30 توقيت المملكه العربيه السعوديه، الساعه 8:30 توقيت لبنان. تصبحوا على خير.